كان ممكن تبقى أسهل، اختار الصعب ليه؟ ليه ما سابهاش للي خانه ومعوها قصاد عينيه؟ والشعب لما قاله ننزل ونجيب بلدنا يوم 30 لما نزلوا للي بيتحاموا فيه. بطلب من المصريين طب ينزلوا عشان يديني تفويض. ما هموش اللي قالوا ولا لحظة أحبطوه، ريس في ضميره شعب ملايين بيأيدوه، والحمل صحيح تقيل والفارس قال هشيل لطريقه الصوت في ظهره حلفين لعينصروه. والله العظيم ولا حد أبدا يمسك يا مصر ولا يمسك. طب حد يفكر كده؟ حلف لحيبني فيها وقال بكرة تشوفوها، لكن ايدكم في ايدي وانتوا اللي هتعملوها. امشوا معايا وبكرة الحلم يكون حقيقة، اللي بيبنوها واللي حلفين اللي هيرفعوها. لكننا معا نستطيع ان نقهر اعتى التحديات. لا استطيع بمفردي ابدا. اللي عافي محدش ياكل لقمته. قسما بالله اللي انتم شايفينه ده ما كان يتحقق ابدا غير بالاستقرار والامن وثباتكم يا مصريين. مهما تواجهنا محنه قادر يعدي بيها، عاش عمره زمن مقاتل وشال الهم فيها. اقسم يفدي بروحه قسما بالله ويقدم عمره ليها، وفي ظهره جيش وشرطه جاهزين للي يعديها. مهموش اللي قالوا ولا لحظه احبطوه، ريس في ضميره شعب ملايين بيأيدوه، والحمل صحيح تقيل والفارس قال هشيل لطريقه الصوت في ظهره حلفين اللي هينصروه. الشعب ما دام في ظهره ثقته ملهاش حدود، تنفيذ على الارض جاهز مش بس كلام وعود. واللي يفكر يقرب الباطل جه يعاني من حق في لحظه شاله من على وش الوجود. واشهد الله سبحانه وتعالى انني ما كنت طالبا لمنصب او سلطه ولا متطلعا لاي مهام اخرى بعد انتهاء مهمتي في قياده الجيش المصري الذي افخر بالانتماء اليه واعتز بدروعه الوطنيه.